السلام عليكم الناس كل معكم اليوم احمد كابو كالعاده في فيديو جديد. اليوم نتقابلوا في الابيزود 2 من السيري متاعنا يلا ندرافتيو اللي نلعبوا فيها الفود درافت المود اللي في الالتيميت تيم في الفيفا 16. بالنسبه للابيزود الاولى كانت ناجحه بلوز وموا، برشا عباد عملت لايكس، برشا عباد عملت لي كومنتيرات قالت لي كمل في السيري، سو ثانك يو جايز اللي شجعوا ديما واللي ديما يحطوا لنا في اللايكس وتابعوا في الشان، ومرحبا بكم ديما في الشان. وكان عندكم حتى اصحابكم قولوا لهم اللي مغرومين بالفيفا ولا بالجيمينج بالتاك باللي تحب انت الكل، مرحبا بكم الناس الكل. بالنسبه للابيزود اللي فاتت كانت باهيه وستاتس كانوا طياره برشا، خاطر اقل واحد يتفرج في بالي في دورة 15 مينوت 20 مينوت، يعني حتى واحد يدخل يتشد ويكمل معناها يتعدي حتى كيفاش اخترت الدرافت يمشي ديركت للجيم بلايز، وبرشا عباد عجبتهم الابيزود، سو ثانك يو سو ماتش جايز. بالنسبه قريت الكومنتات نتاعكم وبرشا معناها قالوا لي طياره الفيديو مي نقص شويه في الطول، خاطر برشا معناها 35 مينوت برشا علينا، دونك حاول تقصر. هذاك شنو باش نعمل تو، باش نحطها ما تفوتش 22 مينوت ماكسيموم، ماكسيموم 25 مينوت. دونك ان شاء الله يعجبكم فيديو مي، باش الحلقه نتاع اليوم باش نعمل بوست كومنتري، خاطرني الجيم بلايز نتاع الابيزود ماهمش طياره برشا من تو بصراحه، معناها مانيش في نهاري، الفيفا عكسه معايا نهارتها، دونك الجيم بلايز جاو بورينج شويه. دونك في كل الاحوال ان شاء الله تعجبكم الابيزود باش نحكيو في مع البوست كومنتري، سو ليتس جيت ستارتد رايت ناو. اوكي جايز دخلنا للدرافت على الاول، جينا 4-3-3 4-3-3 و 4-2-3-1 4-1-2 1-2 و 4-4-1-1. اخترت 4-3-3 اوفنسيف خاطر ظهرت لي النجم نجيبو فيها دي شوا خير، وبعد جينا الكابتن نتاعنا اللي كان بول بوكبا، حبيت نمشي سيري ا دونك كملت اخترت بونوتشي سنتر باك، وبعد جينا مايكون اللي هو يلعب في السيري ا، قلت عليه ما نكملوش سيري ا بكل، ما عرفت اللي جارث بيت باش يجي، ومعناها كانت معناها غلطه اللي انا ما اخترتش كارفاخال، مي مشيت معناها مايكون وبرا هوني اخترت جارث بيل. ومن بعد جينا سترايكر اللي كان كاوسيدو اللي يلعب في اسبانيول متوسط ماهوش خايب من ناحيه السكيلز بلوز او موا، مي كان عليا نختاره خاطر عارف اللي باش تكمل لي ليغا، دونك كملت ليغا وكهو. من بعد جينا سنتر ميدفيلدر تعبين ياسر، دونك اخترت هكايا متاع ميلان مش خايب معناها اون جينيرال في ستاتس. وبعد خذيت ميرتينز اللي هو متاع نابولي خاطر لازمنا الميليو يكون سيري ا، خاطر ما جاني حتى ميليو متاع لا ليغا دونك كملت سيري ا. بعد خذيت سيكويرا اللي يلعب مع فالنسيا باش تربط مع كريستيانو، بعد ياكيتي وبوفون باش نكملوا اللاين اب متاع سيري ا ديفندرز، وهكا كملنا الديفونس. بعد جينا كريم بنزيما كاول سبستيتيوشن وكان معناها اعز خيار لينا، وبدلت شويه في الميليو وقعدت نجرب حتى لين بعد ونخرجوا بالريزولتا فينال نتاع الميليو. هوني جاونا سترايكرز وجانا كوندريفا، في الاخر اخترت ميريال خاطر يقولوا اللي هو اوبي على الاخر. هوني جانا نيمار ثاني مره معناها وعديت واخترته لك خاطر قلت ممكن يجينا نيمار التيم اوف ذا يير، وبعد جانا غوارين ومن بعدها جانا نيمار الثالث مره، جانا نيمار ال 88 فيرسيون العاديه تلزيت باش ناخذو، ممكن كانت غلطة مي في الاخر خذيتو وكهو. من بعد جاونا هذوما كسوبر سابس، اخترت هكايا سوسايتا، وبعد جانا رويس دونك خذيت رويس وكهو، حتى انسيني ما حبيتوش خاطر حكاية ال 3 ستار سكيلز. من بعد جانا هامسك اللي يلعب في نابولي باش نريقلو الكوليكتيف، هوني حالني اخترت هكايا سيلفستري اللي يلعب في السيري ا، في الاخر اخترت واحد اخر معرفش من بعد عدى قدامي. من بعد جانا دي جي اخترت تريمولينز باش يتربط مع دياكيتي وكريستيانو في نفس الوقت، وقعدت نجرب نبدل في الميليو كيفاش لين نقل الكوليكتيف الباهي، وفي الاخر معناها الميليو ما كانش خايب برشا. هوني رجلت شويه السابز وما نعرفش عليه ما عملتش الجول، قعدت نبدل في الميليو خاطر ما كانش عاجبني على الاخر، في الاخر اخترت الميليو هكايا وكهو، وما نعرفش معناها هكايا كيفاش خرجنا بالميليو. في الاخر غوارين باش نخرجوه وباش نلعب هامسك كسنترال ميدفيلدر وبوكبا كسنترال ميدفيلدر على اليسار، وميرتينز حطيته ام او سي، وهكاك معناها
كانت اللاين اب نتاعنا في الميدفيلد وفي الديفونس مريقله نسكول فول كام ما عدا قعد جارث بيل ومايكون. هذايا ما فهمتش عليه ما حطيتوش كلي عديت وخليت مايكون وهي غلطه خاطر هذايا معناها كل الديفونسور دروا الايطالي يلعب خير من مايكون معناها حالني اخترته وكهو. في الاخر هذه اللاين اب نتاعنا عندنا البي بي سي الفوق وميليو كاسح برشا نتاع سيري ا وديفونس زاد الطياره ليكيب ماهيش خايبه اون جينيرال مي الفورماسيون بعدت عليها شويه 4 3 3 في الفيفا دونك ما مشيتش معايا بالباهي وهكاك تو باش نتعديو معناتها نراو الادفيرسير نتاعنا ونشوفوا كيفاش معناها باش نلعبوا له. سو ليتس فايند اوت وات هابنز. بعد ما ركحنا الاكيب نتاعنا دخلنا تو باش نعملوا ريسيرش للادفيرسير اللي باش نلعبوا كونترو ندخلوا تويكا باش نعملوا الريسيرش. الاكيب نتاعنا كانت بلوز او موا باهيه تو معناها دخلنا الادفيرسير الاول الاكيب نتاعو باهيه ماهيش خايبه عنده برشا عنده زوز برازيليين الباقيه عنده كالجول الالماني والديفونس الالماني وليفاندوفسكي زادا يخوف هيك ال91. هوني دخلنا بكريستيانو رونالدو عملنا شويه سكيلز عملنا البيرباسكين البيرباسبين والبورو الفليك في الاخرى دخلنا وشتنا لكن ما صار شيء. بعد بول بوجبا عملنا انترسبسيون للكره عطينا باس الميرتينز اللي كان وحده لكن خير يعطيها لبنزيما لكن بنزيما الديفونسور دروا منعرفش شكون كان اسرع منه وهكاك فكلوا الكره. وبعد الادفيرسير نتاعنا دخل في كونتر اتاك عمل شويه باسيت دخل شويه وتعدى الديفونس كامل لكن بوفون يقف صحيح ونحينا البونتو الاول اللي كان تقريبا سيرمو باش يدخل. بعد فرصه الادفيرسير نتاعنا عمل شويه باسيت عطاها ليفاندوفسكي بعد ليفاندوفسكي عطاها السوزا لكن ما يكون في اخر لحظه يدخل وينحي الكره. مشينا احنا في كونتر اتاك بول بوجبا يبني الكونتر اتاك يعطيها لميرتينز ميرتينز يعطيها لجارث بيل بالسيف وصلت له الكره جارث بيل يدخل منطقة الجزاء يعمل شوية سكيلز يعمل شوية ستيب اوفرز يحاول باش يوزع لكن خرجها الديفونسور. وبعد بول بوجبا عمل ستوب وقف وكهو وشات الادفيرسير نتاعنا ياخو كونتر اتاك مرة اخرى دخل بليفاندوفسكي حب يعطي باسيت في الاخر وصلت الكرة ليفاندوفسكي وهكاك حاول يوزع وفي الاخر شيء وصلنا للديفونس نتاعنا وتقريبا معناها ديفونس كان بلوز او موا باهي عطيناها في الاخر مشينا كونتر اتاك كريستيانو رونالدو بالبيرباسبين وبعد بالبر الفليك يعطيها الدريس ميرتينز ميرتينز حاول يرجعها لكريستيانو باش سويتي لكن ما مشيتلوش خرجت للكورنير. من بعد يعمل ستوب اند تيرن ميرتينز يعمل شويه ستيب اوفرز يحاول باش يوزع لكن هيك عملت تاكل تاع بهيمه ما نعرفش علاش وخفت ياسر لجينا ورقه حمراء لكن في الاخر خذينا ورقه صفراء وكهو وكيك دريس ميرتينز كيفاش. ومن بعد كريستيانو يحب يعمل الاركونسيال لكن ما مشيتلوش وات فيل. من بعد عطينا الكره لجارث بيل حالني رجعتها لبوكبا وكهو لكن مشيت لل نير بوست او بي لكن في الاخر ما خطفتش. من بعد ناخذ كره من الجول نتاعنا جالويجي بوفون يعطيها لبونوتشي بونوتشي وصلها لكازاميرو مش كازاميرو بوكبا. ومن بعد بوكبا عطى الكره لميرتينز ميرتينز شاف نوير كيفاش خرج وعطى شات وكهو كيك ماركينا البونتو الاول وات جول من عند ميرتينز بالحق بونتو مزيان لكن كنت نتصور كان ما خرجش نوير كان ينجم يمنع من البونتو هكايا وهكاك تقريبا كيفاش وفات البارتي نتاعنا ربحنا واحد بلاش بارتي كانت باهيه بلوز او موا كانت عندنا فرص لكن ما دوميناش كيما عملنا في البارتيات اللي فاتوا تو نمشيو للبارتي الثانيه ونحاولوا كيفاش نربحوا وكهو. اوكي سو ندخلوا تويكا البارتي الثانيه نتاعنا عن نيمار رونالدو بيل فيتولو برونو غودين بارترا ايكيب كاسحه برشا دونك تنجم تكون بارتي صعيبه. هوني كريستيانو حاول انه يعمل حاجه لكن خسر الكره وهوني فيتولو شات لكن الكره مشات بعيده شويه. بعد هوني خامس رودريغيز يعطي كره مايكون يعطيها لبوكبا لكن بوكبا يعطي باس غلطه هوني الادفيرسير نتاعي اعطاها الخامس خامس حاول كيفاش يدخل وعطاها لنيمار نيمار يعطيها الكريستيانو رونالدو هوني رونالدو امبوسيبل باش يضيع قدام الجول دونك في دقيقه 17 الادفيرسير نتاعي اي ماركي
وبونتو مستحق معناها مخدوم وكل شيء مريقل. هوني بوكبا عطاها الميرتينز ميرتينز يعني يحاول كيفاش يبعد الديفونسور, ومن بعد بنزيما يعمل ستوب اند تيرن, بعد يحاول يجبد الديفونسور, بعد يعاود له ستوب اند تيرن, وبعد يعاود السبين. هوني شات لك الكره مشيت بعيده شويه, ومن بعد هوني كريم بنزيما عطاها الميرتينز ميرتينز يعمل فيك شوت ويرجع بالتوالي ويعمل تيرون في ناس, لكن الكره مشيت في دين كيلور نافاس. هوني نيمار تخلى عطاها لكريستيانو اللي كان وحده راس الجول دونك شات, لكن بوفون يتالق. هوني جارث بيل غريبه برشا منه كيفاش ما ماركيهاش, سورتو الفيرسيون تاع بيل هذيا 89. هوني بيل مش بيل, هوني بنزيما عطاها لكريستيانو رونالدو في الاطراف, رونالدو يعمل فليك يدخل يحاول كيفاش يدخل الديفونس, عمل برول, وبعد هوني عمل تيرون في ناس, لكن الديفونسور نتاعو اللي في بالي كان لابورتي ولا جودين بلوكيها, وهكاك خرجت الكره. نتصور كما كانش كريستيانو ما كانش الديفونسور فاميكا لا دخلت الكره. هوني نعملوا شويه سبستيتيوشنز, عندنا خرجنا ميرتينز ودخلنا نيمار ودخلنا جوارين بلاصه هامسك. بعد الادفيرسير نتاعي عطى كره لنيمار, نيمار في بروفوندور اللي صعيب باش يضيع لكن حاول يوزع, ودياكيتي اللي بالحق تالق برشا في بارتي هذيا خرج الكره. بعد هوني نيمار اللي دخل باش يعمل لنا الفارق, هوني بالبربسبين وبالبورو الفليك يماركي لنا البونت الاول ويرجعنا في البارتي في الدقيقه 82. نجمنا معناها نرجعوا في البارتي, وبالحق ما لبونتو من نيمار, خاطر نيمار كيفاش معناها دخل من السبستيتيوشنز وعمل الفارق. دونك نيمار بالحق كان شوا لازم منه, نتفكر جانو ثلاث مرات. وبعد هوني دخلنا مشينا شوط اضافيه ديريكت في بارتي طولت شويه. هوني اوباميونغ يعمل فيك شوت ودخل, لكن غريبه منه كيفاش ضيعها. بعد ديجا شوف كريستيانو يعمل له هكا, يعني كيفاش يا اوبا ضيع الكره هكيه. تو مشينا بينالتيات, هوني بوفون يحاول كيفاش يشتت الانتباه نتاع بيدرو, هوني بيدرو شاتها لكن بوفون يتصدى للبينالتي الاولى. من بعد هوني جوارين شاتها في القاعة سهله, السهل الممتنع يحط له على اليسار, وهكاك نافاس ما نجمش ينحيها. هوني نجمي ماركي سامبلومون. وبعد هوني السيكويرا غلطه مني انا اللي كثرت معناها قزحت ياسر على اليسار. هوني اوباميونغ نراو اسكو نحيها ولا لا, بوفون يتصدى لها ونحيو الكره نتاعنا. مش لا مش عارف علاش عملت لا ما ياس نحي. هوني كيلور نافاس زاده ينحي لي بينالتي نتاعي. هوني بوفون نيمار يتقدم يحط لنا على يمين بوفون, وهوني كريستيانو رونالدو حطها في البريسك في الوسط مكسحه شويه على اليمين, لكن مست في الطرف سقين نتاع بوفون. وهوني بوفون يتالق وينحي لنا الكره. هوني كريم بنزيما امبوسيبل باش يضيع, وهكاك ما تعدينا للراوند 3 من الدرافت نتاعنا. بارتي كانت بلوز مو باهية, خاطر لعبنا صحاح, لعبنا ديفونس كاسح, بورتون بلانا بونتو كنا نجمو نحيوه, لكن هكا اللي صار. الادفيرسير نتاعنا كان باهي موش خايب. تعديو تويكا البارتي الثالثة نتاعنا, طحنا كونتر واحد مش انتايتلت في بالي مسمي روحو, ما علينا. روزا درافت اوكي. دونك عنده ميسي هيرو, عنده رونالدو, عنده بنزيما, وإكيب كانت كاسحة بالباهي متاع الادفرسير متاعي. عنده تيم اوف ذير مودريتش و تيم اوف ذير مارسيلو, والديفونس متاعه لابورتي وغودين الـ 89 فيرن. دونك بالحق إكيب متاعه كاسحة. هونية مارسيلو نحى الكرة الجارث بيل, من بعد بنزيما يحاول كيفاش يفك الكرة. هونية بونوتشي يقص كرة, بونوتشي يعطيها الكريستيانو في البروفوندور, بالحق ما لباس من عند بونوتشي, استغربت كيفاش جابها كيك. هوني رونالدو ببهامة عمل سكوبتر, بهمتي انا مش بهمت كريستيانو. دونك قصت له الكره. هوني ميرتينز عاود خسر الكره مره اخرى, ومن بعد بول بوغبا يقص الكره ويدخل يعمل لونج شوت من بعيد. بوم بول بوغبا التيم اوف ذا يير فيرجن بالحق على الاول, ما عملش ما عطانيش الروندو اللي نحبوا عليه, البيرفورمانس اللي توقعتها باش يعطينا بول بوغبا, لكن بوسكو انا حاطه سنترال ميدفيلدر دونك ما توقعتش منه باش يعطينا هالبيرفورمانس الكل. وبعد كي في البارتي الثالثه هوني طلع شويه وعطى الفارق نتاعو اوفنسيفمون, مي ديفنسيفمون يخدم في خدمته مريقلا بوغبا, وكاش طالب منه هوني بهامه مني كبيره برشا في الديفونس. كيفاش بلعنا بونتو هكا في الدقيقه 49, كنت نجم تكليه معناها الاخر بدي اكيتي, لكن ما حنيش عملت هكاك وكهو.
هوني كريشوبياك حاول يشوت لكن دياكيتي ببهام هذا what the fuck am I doing there ما نعرفش جيست معنا تكليت دياكيتي هزوا الكل من الدب معنا كجبور ما تهز والدين أمه الكل وهوني دقيقة 53 دياكيتي بويسكو نحينا له بينالتي نحا بوفون نحا معنا البينالتي اللي خذها هوني دخلت جوارين وقلبت بنزيما ونيمار جوارين بشيرك حنا الديفونس ونيمار بشيريق لنا اوفنسيف ما وحطيت بنزيما اموسي اللي بدوره عطاها البوكبا بوكبا يعمل باور شوت ديجا شوف عندي قداش عندي ملي شارجيتها هوني بول بوكبا بورتو معناها شوت استخيلتها باش تخرج برا حترقويا برشا مي بوكبا البريسيزيون متاعو خليتها توصل وامبوسيبل معناها جول باش ينحي باور شوت كيما هيك هوني في الدقيقه 86 مشيت للحل السويتي اللي هي نعطيها لجارث بيل والا بنزيما ووصلت الكره لجارث بيل مش بنزيما نيمار وتقولوا لي علاش عملت سويتي خاطر ما دمنا دقيقه 86 مازال فما وقت دونك باش الادفيرسير نتاعي باش يرجع دونك تلزيت نعمل السويتي جول وهكاك معناها نضمن انه البارتي نتاعي حتى كان يماركي لي الادفيرسير نتاعي نجمو نرجعو هوني ميسي تخلف في الديفونسي ما حشكك ونحيناها له هوني نيمار يعمل سبين خسرنا الكره مره اخرى وهوني الكره وصلت لكريستيانو كريستيانو اللي يخسرها بونوتشي يحاول يعطيها التريمولينوس تريمولينوس يعاود يخسرها هوني رونالدو يعطيها الميسي ميسي اللي يعطيها الجودين جودين يعطيها الفيرمينو هوني فيرمينو امبوسيبل باش يضيع قدام الجول وحتى في على اليسار بوفون في التوب كورنر وهكيك ماركي لنا وخرجنا ريزلتات 3-2 بارتي كانت باهية سورتو الادفيرسير متاعي ما نكذبش لعب خير مني ديجا ستاتس يوريو الادفيرسير متاعي كان كاسح توي كان مشيو الفينال ان شاء الله في الاخر المهم تعدينه برا مشينا تو الفينال باش نلعبو كونتر اكيب بليزو مو باهية عنده اغويرو عنده كازورلا عنده غريزمان تيموثي رينيستا لابورتي غودين فيليبي لويس و برافو ودي ماركوس الادفيرسير نتاعي كان قوي برشا ما نكذبش والاكيب نتاعو زادا كانت قويه ويعرف يلعب بالاربعه ثلاثه واحد اثنين واستغل كازورلا اللي كازورلا بالحق طياره هونية يفتح التسجيل في الدقيقه العاشره منش فاهم نحكي تقول عصام الشوالي ما علينا هونية غريزمان يماركي في الدقيقه 33 مقابل بوفون وقريب برشا للجول دونك امبوسيبل غريزمان باش يضيع بونتو كيما هكا ناحية الكاسك بويسكو سخون تراوك عليه دونك الادفيرسير متاعي هونية كان معناها ياسر ناش كيفاش معناها ناش حتى كيفاش نعبر يلعب بسويتي برشا وهيك النهار معناها اللي كنت نلعب فيه الفيفا عكست معايا هوني هبطنا ماركو رويس سبتيتيوشن عملنا الستوب اند تيرن عملنا شوية بروز وشوية سكيلز وهكيك ما فتحنا انا بليزومو فتحت ندسق في بليزومو كيما جا الله اكبر هوني ماركينا برويس ناش حدا كنت تسمع صوت لذين ما علينا هوني زادة تكليت تاكل اخر بمايكون ما نعرفش علاش عملت التاكل هكايا مي في كل احوال خذيت ورقة حمراء هكاك فري ريد كارد ما نعرفش علاش خذيتها ديجا شوف مايكون معناها كيفاش مسو معناها قريبة ياسر لدرجة انك ما تعطيهاش ورقة حمراء معناها مش هيك الحاجة ما تستحقش ورقة حمراء الحق هوني اغويرو كون اغويرو من البينالتي امبوسيبل باش يضيع كون اغويرو معروف في البينالتيات نتاعو وهكاك قبلنا البونتو الثالث ومعنا حاولت اني نرجع لكن شيء بلي عملت ديجا شوف كيفاش وليت نعمل ستارت من كثره ما هبلتني البارتي هذيه وعكست معايا لدرجه انه ما عادش نحب نلعب ما عادش عندي اونفي باش نكمل بارتي وليت نلعب هكاك على الجو برا ديجا الجو طار لي هوني ميسي ماركي لنا بسيقو لي صار امبوسيبل بشي معناها باش تمنع من الساق نتاع ميسي في 16 متر هوني ميسي زاد يدخل بزاد بسيقو لي صار بالساق الصحيحة نتاعو يماركي لنا في الدقيقة 71 نعرفش معناها علاش مشيت هكايا البارتيمي برشا مرات معناها الفيفا تعكس معاك تولي جليتشي برشا تولي كان ليلة معناها باللي تعمل باللي تصنع باللي تحاول تسكيلي باللي معناها باللي تعمل ديما شيء ديما معناها اللعبة ضدك تحس الاي اي بكلها ضدك وكي كي اللي صار هوني سويتي جول زادا يعطاها لميسي معناتها بخلاف انه هو ربح سويتي وواحد ما نعرفش انا علاش يعمل هكايا السيد هذايا وعلاش نهارتها الفيفا عكست معايا هكايا مي يلا غالب هوني زادا شوفك الشوطة معناتها
بوفون 85 يا معلم تتشات له كورة هكاك وضيع. علاش عمل هكاك بوفون ما نعرفش. ديجا شوف يطايح بكل بوفون واسمه هو خذ المان اوف ذا ماتش في بالي 6.9 تخيل انت معنا والله غريبة قسما بالله. المهم ربحنا 3 ماتشوات ناخذ البرايس نتاعنا. جانا باك 7500 اللي عادي وجانا باك باهي اللي هو 35000 هوني الباك هذايا تاع 35000 جانا بلوس وموا باهي معناتها مادام جاونا هكا 3 جوارات الريال في بالي 25 مي با 35000 مي في كل الاحوال باك متوسط ما نقولوش خايب مي متوسط برشا ما عطاونيش جوار هكا اللي يجيب 10000 5000 دونك كويك سيليت وكل اما يجيب لنا حكايتك ال 5000 4000 دونك مش خايب برشا. هوني باك 7500 معناتها ما توقعش منه باش يجيب لك حاجه باهيه اللي اي فيه عطتنا زوز كونتراتوات اورار وتلفتنا هكا هو دونك هكا كيفاش وفات الدرافت نتاعنا. اني وايز اي هوب يو انجويد ات ان شاء الله عجبتكم الدرافت هكا بالبوست كومنتري كان عجبكم معناها نجمو نكملو في بوست كومنتري كان ما تحبوش ولي انا معناتها خير لي ممكن في المونتاج وكل كاملو بوست كومنتري كما تحبوا اللايف كومنتري والرياكسيون تاعي كيفاش ماركي وكل دونك نعم نرجع اللايف كومنتري ان شاء الله عجبكم الفيديو هذايا حطونا لايك اذا كان عجبك حطونا ديسلايك كما عجبكش قولونا رايك في السيري نتاعنا واش تحب في تارا فيديوهات اخرين في الشان. كان معكم احمد كابو من موقع تونيزيان جيمرز ان شاء الله عجبكم الفيديو هذايا سي يا جايز في الفيديو الجاي تشاو. اكثر واحد عمل فيها جوية بلاك اوبس 2 شبيك شكون اهبط استنى جاء اخويا لحظه باهي جا بحذايا ايش اما تقدر رايح باهي باهي استنى ايش عندي ايش ابا ايش نتصور ايش ابا عايش عامل عم بيبي عم بيبي عم بيبي كاميرا تايس بوشا هذا يا كيمو شحالك يا كريم عباسة.